السلام عليكم، كيف حالكم؟ سير جامز لمندرين في فيديو جديد من سلسلة توقعات لاعبين في فيفا 17 من فريق أرسنال. أكثر تعليق جات عليه لايكات اللي هو كومنت أرسنال، فحبيت إني أنزل لكم. طبعا الحلقة الجاية راح تكون عن ليفربول، فما تختاروا يعني لو تبغون تختاروا اختاروا الحلقة اللي بعد الجاية، لأن الحلقة الجاية راح تكون عن فريق ليفربول. فيلا خلينا نبدأ على طول. عندنا أول لاعب في هذه الحلقة اللي هو مسعود أوزيل. أوزيل قدم موسم خرافي مع أرسنال، من أفضل المواسم اللي قدمها في مسيرته الكروية. أشوف إن الريتنج يستاهل عنده ارتفاع لـ 88، طبعا نزل أبجريد 88، لكن أشوف إن الريتنج يستاهل 88 وبقوة. السرعة ترتفع 1، الشوط 1، الباصات ترتفع 3 لـ 88، ضرب الارتفاع 1، الدفاع ارتفاع 1، والفيزيكال ارتفاع 2. بصراحة أشوف إن الطاقة هذه يستحقها مسعود أوزيل على الموسم الخرافي اللي قدمه مع أرسنال أو مع المنتخب الألماني. فهذا بالنسبة لمسعود أوزيل، أتمنى يرتفع ل88. طيب ننتقل على اللاعب اللي بعده اللي هو أليكسيس سانشيز. أليكسيس سانشيز قدم موسم كويس مع أرسنال، مع أنه ما سجل أهداف كثيرة هذا الموسم، لكن أشوف أن الريتنج عنده راح يظل على حاله 86. السرعة على حالها، الشوط على حاله، البساطة ترتفع 1، الدربل ينخفض 1، والدفاع والفيزيكال على حاله. بتكون هذه طاقات سانشيز لا يعني على الأغلب، لأنه بصراحة ما قدم ذاك الموسم الأسطوري مع أرسنال. ما سجل أهداف يعني اللي متعودين عليها من سانشيز، من لاعب مثله يسجل أهداف كثير. فشوف أن الريتنج عنده راح يظل على حاله 86. طيب ننتقل على اللاعب اللي بعده اللي هو يعني المنتقل حديثا لأرسنال اللي هو اسمه تشاكا تقريبا. اللاعب كان يلعب بروسيا مونشنجلادباخ، انتقل لأرسنال. أشوف أن الريتنج، هو بصراحة قدم موسم أسطوري مع بروسيا مونشنجلادباخ أو مع سويسرا. أشوف أن الريتنج عنده راح يرتفع ل82، الباصات ترتفع ل83، أهم شيء الدربل ل75، لأنه بصراحة نزل له أبجريد ل82، طاقته يعني تقريبا مثل اللي متوقع في فيفا 17، ما عندها اختلاف بسيط في الطاقات. أشوف السرعة ترتفع 1، الشوط ترتفع 3 ل69، والباصات ترتفع 3 ل83، والدربل يرتفع ل75، دفاع 73، والفيزيكال 77. أشوف أنها طاقة جدا ممتازة، وصح أنه بطيء شوي لكنه جدا جدا ممتاز. طيب ننتقل على اللاعب اللي بعده واللي هو كوشيالني تقريبا، أو كوشيالني. كوشيالني بصراحة قدم موسم أسطوري مع أرسنال. أشوف أن الريتنج عنده راح يرتفع ل84 من 83 ل84، السرعة ترتفع 1، الشوط يظل على حاله، الباصات ترتفع 1، الدربل على حاله، والأهم شيء الفيزيكال يرتفع، والدفاع الدفاع يرتفع 1، الفيزيكال يرتفع 3 ل78، لأن بصراحة الفيزيكال عنده جدا جدا تعبان، المفروض يكون على الأقل 78. فأشوف أن هذه البطاقة بتكون جدا ممتازة بالنسبة له، خاصة أنه سريع يعني بالنسبة لقلب دفاع 79 شيء جدا جدا ممتاز، يعني قريب الـ80. فبيكون يعني بصراحة أسطوري في جو الملعب. يعني مثلا عندك لاعب مثل تيرس سرعته في الثلاثينات، يعني لو تبغى تجري من اول ملعب لاخر 5 دقائق يعني على طول. فهذا بالنسبه لكوس. يعني ننتقل على اللاعب اللي بعده اللي هو هيكتور بيليرين. بيليرين يعني من اللاعبين اللي طلعوا هذا الموسم اللي ما كان احد يسمع عنهم، والحين سمع عنهم في هذا الموسم. قدم موسم اسطوري مع ارسنال. طبعا ليش نزلت له بطاقتين في 16؟ لانه الابجريد ارتفع بشكل كبير من الفضي للذهبي، ارتفع 3 في الريتنج. اشوف ان الريتنج عنده راح يرتفع 80 في فيفا 17، السرعة 96، الشوط 55، باصات 75 ترتفع 5، والدربل يرتفع 2 ل 78، الدفاع يرتفع 3 ل 79 او ممكن يكون 80، والفيزيكال يرتفع 2 ل 72. فاشوف ان هذه الطاقة تكون جدا ممتازة، وراح بيكون من وجهة نظري افضل ظهير ممكن تستخدمه في الدوري الانجليزي، بغض النظر عن والكر راح بيكون احسن منه بكثير، لانه بصراحة قدم موسم اسطوري واشوف انه يستاهل رايتنج 80 يعني على المستوى اللي قدمه. طيب ننتقل على اللاعب اللي بعده اللي هو بيتر تشيك. بتشيك يعني معروف حارس عملاق من لما كان يلعب مع تشيلسي، او سواء لما انتقل لارسنال. يعني كل الناس قالت ما راح يبدع مع ارسنال لانه تقدم في السن ومن هذا الكلام، لكنه بصراحة قدم موسم اسطوري في اول موسم له مع ارسنال، واشوف ان الريتنج عنده راح يرتفع ل86. طبعا نزل له ابجريد 86، لكن اشوف ان فيفا 17 راح ينزل بطاقته الاساسية 86 على الموسم الاسطوري اللي قدمه مع ارسنال. الدايف طلع على حاله، الهاند على حاله، الكيك يرتفع ل76، الريفلكس يرتفع ل86، والسبيد يرتفع ل47، والبوزيشن يرتفع ل84. يعني اي شيء يعني ممكن طاقة ترتفع 1، طاقة 2. هو اساسا في اللعبة يعني لما يلعب ضد جليتش ما اعرف كيف، لكن لما يلعب معاي يعني يجيب حارس برونزي احسن منه بصراحة، ما اعرف ليش بالضبط، لكنه ضدي دائما يشيل كور رهيبة بصراحة.
فهذا بالنسبة لتوقع لبيتر تشيك. فبس شباب كنت صار هذا الفيديو، أتمنى إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تدعمونا بزر لايك. مثل ما قلت لكم في الحلقة الجاية راح بتكون عن ليفربول، اقترحوا علي الحلقة اللي بعد الجاية. فبس هذا اللي كان عندي اليوم، أشوفكم على خير في فيديوهات جاية، في أمان الله.